الأساسي داخل الوظيفة العمومية وبالوحدة والتضامن. بالوحدة والتضامن. بالوحدة. يا التلاميذ على دعمهم الله مشروط لهذه المعركة، معركة التعليم العمومي، معركة الوظيفة العمومية، والتي نعتبرها معركة مجتمعية تعني جميع، تعني جميع فئات المجتمع بدون استثناء. إن التنسيق الميداني بورزازات ومن منطلق مسؤوليته التاريخية يعلن للرأي العام الوطني ما يلي: رفضه التام للنظام الأساسي الجديد، دفاعه عن المدرسة العمومية وحق أبناء وبنات الشعب المغربي في تعليم عمومي جيد ومجاني وموحد. أولادكم قريتهم. اتفاق 10 دجنبر 2023 الذي جاء كمحاولة للالتفاف على المطالب الحقيقية للشغلة التعليمية، تشبتنا بنظام أساسي عادل ومنصف داخل الوظيفة العمومية ويصون المكان الاعتبارية لهيئة التدريس وأطر التام. مطالبتنا بإسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة وأطر التام الذين فرض عليهم التعاقد في أسناك الوظيفة العمومية دون قيد ولا شرط. الملفات العالقة لكافة الشغلة التعليمية، اعتبار السرقات من الأجور ضربا سافرا للحق في الإضراب والذي يضمنه الدستور، ومطالبتنا باسترجاع كافة المبالغ المسروقة بشكل غير قانوني، تحسين الأوضاع المادية للشغلة التعليمية والمتقاعدين الذين أسدوا خدمات وتضحيات للمنظومة وإلغاء الضريبة المفروضة عليهم قسرا. تضامننا المبدئي والله مشروط مع الأستاذ والأستاذين اللذين تعرضا للتوقيف المؤقت بكل من مديرية أزلال ومديرية سلا. متقومية قضية مجتمعية تهم كافة شرائح الشعب المغربي، إشادتنا بالتعاطي الإيجابي لجمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ وفهمهم لما يحاك ضد المدرسة العمومية. تحية للتلاميذ. إليه الوزارة خلال العطلة البينية، ونعتبره ضربا للعمل التربوي والعمل البيداغوجي الجاد. تحياتنا للمنابر الإعلامية الجادة في تناولها الحراك التعليمي بمسؤولية مهنية دفاعا عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين بها. وختاما نؤكد على ضرورة الوحدة والصمود، نؤكد على ضرورة الوحدة والصمود والالتفاف حول التنسيقيات والتنظيمات المناضلة لتحقيق المأمول ولتحقيق كافة مطالب الشغيلة التعليمية وعاشت وحدة الشغيلة التعليمية.